السلام عليكم. اليوم غنشوفو صفحة 146. عندنا جو برودوي وعندنا ماديكتي وعندنا فيفر أونسومبل. نبداو بجو برودوي. قالك في السؤال الأول مي سي مو، هاد الكلمات هادو حطهم أون أوردر بالترتيب. لوردر هو الترتيب، لو ديزوردر هما دابا راهم أون ديزوردر يعني مخربقين. بور فورمي غنحطهم أون أوردر بور فورمي une phrase باش نشكلوا واحد الجمله مفيده. انتبهوا معايا، ديما كنقول لكم كيكون عاطيك شي كلمات اون ديزورد وحرفتك ما عرفتي باش تبدا. مثلا انا ممكن نبداو بهاد لاف، فهمت؟ لاف لي فروي، ولكن عطيتكم واحد التقنيه مزيانه تعرفوا بها شنو هي الكلمه اللي غنبداو بها، شنو هي التقنيه اللي وريتكم في حلقات اخرى. هو قلبوا الى الكلمه اللي فيها ماجيسكيل، اللي فيها حرف كبير. فين الكلمه اللي فيها ماجيسكيل هنايا؟ هي بور. بور شتوها كي دايره؟ هي الكلمه اللي فيها ماجيسكيل، اذا هي الكلمه اللي غنبداو بها. بور، لاحظ معايا مزيان. اذا بور ليكي، ليكي شنو؟ هنا عندنا ايكونوميزي، نقتصدوا. هنا دون داخله، لي فروي الفواكه، بور قلنا ليكي، لاف نغسلو، اغسل، لو الماء، اون باسين هو واحد البانيو، واحد الاناء ولا واحد الوعاء. اذا شنو نقولوا؟ بور ايكونوميزي، اللي كاينه اقتصاده. بور ايكونوميزي، اللي كاينه اقتصاده. لو الماء، اذا الحاجه اللي دوزناها ندير واحد الخط تحتها، واحد الشرطه تحتها، فاصله هي عندنا. شنو اللي مطلوب منا؟ لاف اغسل. لاف شنو؟ لاف كوا؟ لاف لي فروي، لي فروي. فين نغسلو الفواكه؟ دون، دون داخل ماذا؟ اون باسين، فواحد الباسينه كما كيقولوا الناس خوتنا ديال الشرق. dans une bassine، فواحد الباسينه. واضح؟ ندوزو ل بي. بي تاني نفس الشيء، قال لك هادو حطهم اون اوردر، ديرهم بالترتيب. اذا شنو التقنيه اللي علمتكم؟ اننا نمشيو نقلبوا على الكلمه اللي فيها ماجيسكيل، هي هادي اغوز. اذا بالغام ديال حطها هي الاولى، عاد نفكر في المعنى ديال الجمله. اغوز أغوزي، أغوز، أغوز شنو هي؟ يسقي، جاية من غوز، كتسقي الورد، أغوز. إذا عاد نفكرو شنو، واحد مسألة أخرى، لاحظ، هذا ما انتبهتلهاش كاع، الفوق، أون باسين، حداها شنو هنا؟ نقطة، أش كتعني؟ هي اللخر ديال الجملة، ها هي، شفتوها؟ وهنا تاني، بلوي، حداها شنو؟ نقطة، راه كتقولك عند كل هنا هي اللخر ديال الجملة، فهمتي الطريقة كيفاش تتعامل بذكاء؟ مع هاد الكلمات اللي مخربقين هنا. اذا بلوي حنا نخليوها حتى الاخر، راه باين حيت فيها نقطه النهايه. اذا اغوز كوا؟ واش غنسقيو الماء؟ لا. اذا اغوز كوا؟ اغوز لي بلونت، النباتات، الاغراس، لي بلونت، لي بلونت المغروسات ولا النباتات. سقي النباتات باش افيك بايش؟ افيك لو دو بلوي. سقي النباتات افيك، هنا قلنا اغوز لي بلون، الحاجه اللي دوزناها نضربوا عليها. افيك، افيك كوا؟ افيك لو، بالماء ديالاش؟ لو دو بلوي ديال الشتاء. لاحظتوا هي بلوي جات هي الاخيره. اذا هادو جوج تقنيات عقلوا عليهم مزيان باش بقاو ما تحرفلكمش في هاد لي مول اللي كيكونوا اون ديزور. ديما بدا بماجيسكيل وسالي بالكلمه اللي فيها حداها نقطه. نشوفوا ما ديكتي، لا ديكتي شنو طالب منا؟ ما ديكتي قالك اكري سو كو تو ديكت طون اونسينيون، اكتب داكشي اللي كيفتي عليك الاستاذ ديالك ولا الاستاذه ديالك. الا كنت استاذ كتزيد او كنقول اونسينيون، ت مدرسه. الاستاذ ولا الاستاذه غادي يقول لك بون،
عرفتي عليك بون، عرفتي عليك ايضا نقول لك جيست، جيست انا جيد، جيست افعال وحركات من الحوايج اللي خصك ديرهم. والجمله اللي عرفتيها عليك هي لو est une source importante. L'eau est une source importante. واضح دير بوان في الاخر. دابا في عنده زون دوزو السؤال رقم جوج، السؤال الثاني نشوفوا شنو طالب منا. السؤال الثاني كيقول لك كونستروي، كون كون لينا دو فراز، جوج جمل كوم لو موديل، بحال هذا النموذج اللي تحت. النموذج اللي تحت كيقول جو بريبار اون ريسيت، انا اعد وصفه غذائيه، يعني وجبه غذائيه مثلا شي حاجه شتيها اما عند شوميشه ولا في شي قناه ديال الطبخ في اليوتيوب. هنا قال لك تو بريبار اون ريسيت، انت كتوجد شي وصفه شي وجبه. هنا جو بريبار كتلاحظوا كتسالي ب او، هنا تي بريبار كتسالي ب اس، انا اجهز وجبه، انت تجهز وجبه. اذا غنديروا شي حاجه بحال هكاك على هذا المنوال. اش غنقولوا مثلا؟ جو مونج، انا اكل اون بوم، انا اكل تفاحه. لاحظوا كتسالي ب او. هنا tu manges بعد E S une pomme، أنت ولا أنت تأكل تفاحة. كتكملوا بنقطة. ندوزو لتحت، شنو عندنا؟ vivre ensemble، لنعيش معا ولا لنتعايش. هنا لو اي بريسيوز، علاش قلنا بريسيوز ما قلناش بريسيو؟ حيت الماء في الفرنسية مؤنث، بحال كنقولوا لا او، عام تلاقات ا مع او حيدنا الا، بحال كتقول اذا التقى ساكنان يعني في حديث ما سبق. لو اي بريسيوز، الماء ثمينة، بريزيرفون لا، لنحافظ عليها، يعني لنحافظ على الماء. لاحظتوا ما قلناش بريزيرفون لو، لان الماء مؤنث، بريزيرفون لا، لنحافظ عليها. شنو كتلاحظوا هاد الصور هادو؟ ياك اوبسيرف، لاحظ ولا تامل، اي ديكري، وصف، لو فيرب ديكريغ، وصف لينا شاك ايماج، كل صوره اعطينا الاوصاف ديالها. كو بونس تو، شنو كيبان لك؟ شنو رايك دو كومبورتمون، على التصرف، عطينا رايك في التصرف ديال دو شاك بيرسوناج، التصرف ديال هاد المراه والتصرف ديال هاد الولد. هنا قال لك دي، قول لينا comment كيف faut-il éviter، يجب علينا ان نتجنب éviter cela، نتجنبوا هذا الشيء اللي كيديروا هاد جوج شخصيات. هنا je retiens هو الملخص مثلا، je ne dois pas gaspiller l'eau، انا ما خصنيش، verbe devoir، ما خصنيش نضيع الماء. هنا je dois adopter، يجب علي ان اتبنى de bons gestes، يعني افعال جيده لكي بور ايكونوميزي، باش نحافظ، باش نقتصد على الماء. هنا جو دو بريزيرفي، يجب علي ان احافظ على هاد سيت سورس، سيت ريسورس ناتورال، على هاد المصدر الطبيعي، يعني الماء من المصادر الطبيعيه. نشوفوا، نعطيكم بعض الاقتراحات. يعني يقول لك مثلا كو فوا تو، هنا تقول له جو فوا ان غارسون اي اون maman، هذا un garçon، هذه une maman. غايقول لك مثلا que font-ils، اش كيديروا؟ que font-ils، هنا نقولوا le garçon lave sa moto، وهنا la maman fait la vaisselle. شي واحد كيقول لك الاجوبه، هنا ماشي ضروري انك تجاوب اورالمون، جاوب بشكل شفوي. اذا ماشي ضروري تعقل على الكتابه ديالها، عقل على النطق. كيفاش كنقول؟ هنا كنقولوا بان c'est un garçon et c'est une maman، هنا le garçon lave sa moto، وهنا la maman fait la vaisselle، يعني الام كتغسل الموان والطفل اللي يغسل دراجته الناريه. عاد نقول لك مثلا هنا لو garçon lave sa moto et le robinet
bien le robinet du tuyau est ouvert. Là, il y a un seau renversé qui nous installe. Là, la maman fait la vaisselle et le robinet est ouvert. Est-ce que c'est un mauvais comportement ou bien un bon comportement? Tu vas dire que c'est un mauvais comportement. On ne doit pas faire ça. Il ne suffit de prendre un seau plein d'eau pour laver avec une brosse ou bien une éponge pour laver sa moto. Et aussi pour la maman, on peut prendre un seau plein d'eau pour laver la vaisselle. هذا بالنسبة لصفحة 140 انتهى.